السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم يا إخواني الكرام على قناة بروفيت إن ذا وورد في فيديو جديد. بالنسبة لي فيديو اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم أفضل المواقع التي يمكن أنك تربح منها رصيد باير. فالكثير من التعليقات يعني تأتيني في الفيديوهات أو في القناة تقول لي اشرح لنا مواقع يعني تدفع لي الباير، لأنه أغلب الأشخاص يعني لديهم حساب في بنك الباير ولا يعني لا يتطلب تفعيل مثل يعني الباي بال وغيرها من البنوك الأخرى. فإن شاء الله جربت لكم أفضل المواقع التي يمكن أنك تربح منها رصيد باير، يعني أربع مواقع، وكل هذه الأربع مواقع هي مختلفة في طريقة الربح. فلذلك إذا كنتم مهتمين بهذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك، اشتراك القناة، تفعيل زر الجرس، وأيضا لا تنسوا تعليق تحفيزي أسفل هذا الفيديو. إذا نبدأ بأول موقع. كما تلاحظون الموقع الأول معنا وهو موقع كوين بايو. هذا الموقع مشهور جدا ومعروف، وأيضا يدفع بالعملات الإلكترونية ويدفع لبنك الباير أيضا. فلو ذهبنا مثلا إلى هنا ثم ذهبنا إلى الهيستوري بهذا الشكل حتى نشاهد إثباتات السحب، ثم نذهب إلى ويدرو بهذا الشكل. كما تلاحظون سحبت منه عدة مرات. آخر السحوبات كانت يوم 9/7/2022، سحبت على عملة البيتكوين، سحبت أكثر من 22,000 ساتوشي. أيضا سحبت على عملة البيتكوين يوم 27/6/2022، وهنا سحبت بالدولار على بنك الباير. كما تلاحظون 1 دولار، 2 دولار، 1 دولار، يعني نصف دولار، 2 دولار. كما تلاحظون هنا عدة سحوبات وإثباتات سحب من هذا الموقع. طريقة أو فكرة العمل على الموقع أنك تقوم بمشاهدة الإعلانات. فكما تلاحظون هنا في الصفحة الرئيسية سوف تجد الرصيد الخاص بك في حسابك بعملة الساتوشي أو العملة المصغرة لعملة البيتكوين. فطريقة الربح أنك تذهب إلى خيار فيو أدز بهذا الشكل، وهنا يعطيك سيرفي أو سيرف أدز وويندو أدز وأرتيكل أدز. راح نقوم بالضغط على الخيار الأول. فكما تلاحظون راح تقوم بمشاهدة هذا الإعلان لمدة 60 ثانية، راح تتحصل على 9.7 ساتوشي. وكل هذه الإعلانات يتم تجديدها تلقائيا كل 24 ساعة. فكما تلاحظون الإعلان الأول تم مشاهدته أكثر من 11 مليون مرة، وهذا دليل على أنه الموقع هو يعني فيه أشخاص نشطين كثيرين جدا. بالنسبة للخيار الثاني أيضا يعني خاص بمشاهدة الإعلانات نفس الطريقة ونفس الشيء. الخيار الثالث ارتيكل معناه كتابة المقالات والربح منها. كما تلاحظون هنا عدة مقالات، فكلما شاهد الأشخاص تلك المقالات راح تقوم بأنت يعني راح تقوم بالكسب، وذلك الشخص أيضا سوف يكسب من خلال. أيضا هنا يوجد يعني الأوفرز، هنا يعني يوجد بعض الشركات الخاصة بالأوفرز راح تعطيك أوفرز، راح تقوم بإكمال هذه الأوفرز وراح تحصل على النقاط. فبالنسبة لطريقة السحب راح تذهب إلى الداشبورد، راح تضغط على ويذرو بهذا الشكل. فمن هنا راح تقوم باختيار طريقة الدفع. يوجد طريقة الدفع عن طريق البيتكوين، الباير، الدوج كوين، الإيثريوم والعملات الإلكترونية. كما تلاحظون أيضا يسحب على الفوسط باي ويسحب على منصة الباينانس، وأيضا يعني عملات إلكترونية كثيرة جدا. ولكن نحن ما يهمنا اليوم هو بنك الباير. راح تقوم باختيار بنك الباير بهذا الشكل، ولكن قبل ذلك راح تقوم بإضافة يعني الأدرس الأيدي الخاص بك على الباير في حسابك. راح تضغط على هذا القلم بهذا الشكل، وراح تقوم باختيار عملة أو بنك الباير من هنا، وتقوم بوضع الأيدي الخاص بك، وراح تضغط على خيار النكس حتى يتم حفظ طريقة الدفع معك. راح تقوم باختيار من هنا البنك الباير بهذا الشكل، ثم هنا أقل شيء يقول لك للسحب هو 2000 ساتوشي. راح تقوم بوضع 2000 ساتوشي، مثلا أنا لدي 50,000 ساتوشي بهذا الشكل كما تلاحظون، يعني بالدولار 11.95 دولار بالسعر الحالي لعملة البيتكوين. هذا فيما يخص طريقة الدفع، يعني يتم دفع لك من يوم إلى غاية 3 أيام. هذا فيما يخص الموقع الخاص بنا للموقع الأول. بالنسبة للموقع الثاني موقع جيفي أوفرز. جيفي أوفرز بالنسبة لروابط كل هذه المواقع سوف أتركها لكم أسفل الفيديو في خانة الوصف. فكما قلت لكم جيفي أوفرز كيف تقوم بالربح منه؟ لن تربح منه بطريقة مباشرة بل بطريقة غير مباشرة عن طريق تحميل تطبيقات جيفي أوفرز التي تظهر أمامك، مثلا جيم وين، ماثيماتي إكس كما تلاحظون، دايم داينامي إكس، أيضا
هذا كويزي. أيضا يعني راح تقوم بتحميل التطبيقات هذه كلها، هذه التابعة لشركة جيفي، وراح تقوم بالعمل عليها. وكلما يعني جمعت النقاط فيها، أي النقاط التي تقوم بجمعها سوف تظهر معك هنا، لاحظ جيدا، راح تظهر معك في حسابك، ولكن بشرط واحد، أنك تقوم بفتح كل حسابات التطبيقات بجيميل واحد، وذلك الجيميل تقوم بفتحه نفسه هنا في الموقع حتى تظهر معك التطبيقات. تأتي إلى هنا وتقوم بتحويل النقاط الخاصة بك بهذا الشكل. في الأعلى يظهر معك الرصيد وعدد النقاط. بالنسبة لطريقة السحب، راح تذهب إلى ميني من الأسفل ثم ويدرو بهذا الشكل. فكما تلاحظ الحد الأدنى للسحب على بنك الباير 0.69 دولار. عندما تصل إلى 0.69 راح تقوم بالسحب. لو ذهبنا إلى هنا إلى الأسفل، فكما تلاحظون عدة سحوبات من هذا الموقع، يعني أكثر من 10 سحوبات من الموقع، وكل السحوبات وصلتني والحمد لله إلى حسابي. راح تقوم بوضع الأي دي كم تريد السحب، ثم تضغط على خيار ويذر، راح يتم الدفع لك في أقل من 30 ثانية. هذا فيما يخص طريقة الربح عن طريق موقع جيفي. بالنسبة للموقع الآخر، وهو موقع اي بي ويب، موقع خاص بربح عملة الروبل والسحب أيضا عن طريق يعني عملة، لا أدري لماذا يعني لا يتذكروني. المهم، الموقع خاص ب يعني تنفيذ أو تنفيذ بعض أو يعني مشاهدة بعض الإعلانات. فكما تلاحظون هنا حركة المرور، راح تقوم بمشاهدة الإعلانات أو اللافتات، وبعد ذلك راح تحصل على كمية معينة من الروبل. وعندما تقوم بالحصول على الروبل، الحد الأدنى للسحب على بنك الباير في بالروبل هو 10 روبل، راح تقوم بسحبه. والموقع يعني سحبت منه شخصيا عدة مرات. بالنسبة للمراجعات، كما تلاحظون هنا عدة مراجعات في الأسفل خاصة بالموقع. هنا في الأسفل راح تجد كيفية يعني العمل الموقع. فطريقة العمل هي سهلة وبسيطة جدا، سوف أترك لكم رابط شرح مفصل لهذا الموقع أسفل الفيديو لأنني شرحته من قبل. بالنسبة للموقع الأخير معنا لنهار اليوم، هو موقع لينكاتي الربح عن طريق اختصار الروابط. راح تقوم بتسجيل حساب في الموقع، بعد ذلك راح تقوم بتسجيل دخول إلى حسابك. فكما تلاحظون هذا هو الحساب الخاص بي. بالنسبة لرصيدي الآن حاليا 0.32 دولار. بالنسبة لطرق السحب المتوفرة على التطبيق، راح نذهب إلى بروفايل ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل ثم نقوم بالضغط هنا. فكما تلاحظون طرق الدفع، يعني يوجد بنك الباير، ويب موني، وبالنسبة للجزائريين كارت انترنت، وأيضا بطاقة جوجل بلاي، بابجي يعني شدة بابجي، وأيضا جواهر فري فاير. هذا فيما يخص طرق الدفع. وأيضا يوجد يعني طرق الدفع عن طريق بريدي موب، فودافون كاش، فليكسي، باي بال، و بيسيرا. هذا فيما يخص طرق الدفع. بالنسبة للحد الأدنى للسحب على فليكسي 1 دولار. بالنسبة للسحب، الحد الأدنى للسحب نحن ما يهمنا فقط بنك الباير هو 1 دولار فقط. راح تقوم باختيار هنا الباير، وبعد ذلك راح تقوم بالنزول إلى الأسفل وتقوم بوضع الأيد الخاص بك على بنك الباير هنا. راح تضغط على خيار سبميت، وسوف يتم حفظ طريقة الدفع معك. عندما تصل إلى 1 دولار راح تقوم بالسحب من الموقع. بالنسبة لطريقة اختصار الرابط هي سهلة وبسيطة جدا، أنك تقوم بإحضار الرابط، راح تقوم بوضعه هنا، ثم راح تضغط على خيار شورتين حتى يتم اختصار ذلك الرابط. وعندما اختصار ذلك الرابط راح تقوم بمشاركته مع الأصدقاء. هذا فيما يخص الموقع الخاص باختصار الروابط، وهو موقع راح نذهب ونشاهد السي بي ام فقط الخاص بالموقع اللي يوجد يعني. نعم، فكما تلاحظون هنا السي بي ام الخاص بالدول العربية، الكويت مثلا 3 دولار، السعودية 3 دولار، الجزائر 2 دولار، يعني سي بي ام منخفض نوعا ما، ولكن يعني يعتبر من بين المواقع الصادقة التي يمكن أنك تقوم بجمع منها رصيد باير. إذا هذا هو الفيديو الخاص بنا لنهار اليوم. إذا كان لديكم أي أسئلة اتركوا في خانة التعليقات، لتدعمنا بلايك وشير. إلى اللقاء.